الناس يعني بدهاش تعرف أبو حمدي، عرفت لحالها شو هو أبو حمدي، بس من إخلاص أبو حمدي، من حبهم لأبو حمدي عرفوا شو هو أبو حمدي. يمكن أنا أمه، بس بجوز إنه يعرفوه أكتر مني لسه في هالمرحلة هاي. جهاد بالأول وجهاد في علاجه، والحمد لله إن شاء الله كله بميزان على حسناته يا رب. ومش ابني لحالي أبو حمدي، ابن كل فلسطين أبو حمدي. مواقف الإخلاص، إخلاصه للناس ومحبته وما بيأذي على حدا، هو اللي بذكرني فيه أكتر إشي. ساعد الناس، كنت أنبسط منه يعني. وبعدين هو لو يعني عمل الخير وما بيحكي، كتوم بينه وبين رب العالمين، أنه كلمة لما يقول لي أنا قلبي مع الله ونيتي مع الله، فهي بتكفي عن كل إشي. هو حكى لي أنا قلبي مع الله ونيتي مع الله، الحمد لله. عمل عملية بشهر 11 العام، زي هذا الشهر استشهد فيه عملية معدة، وكان مش صاحي من البنج، فصار يقرأ قرآن وهو مش صاحي. دلالة إنه قال لي أنا هاي العملية ما بدي أموت فيها، أنا ما بدي أموت هاي الموتة، أنا بدي أموت الموت اللي أنا بفكر فيها. الله يرحمه حبيبي، الله يرحمه، الله يرضى عليه، ملائكة الأرض والسماء ترضى عليه يا رب. الله يحنن عليه ويسهل عليه وينور قبره عليه إن شاء الله، ويجعل مأواه الجنة. كتير بحب نضال وبحن على نضال، وكان جيب لنضال، ونضال هلأ زي تقولي يعني ما حالي له إشي، مكتئب نضال على أخوه، مكتئب يمكن أكتر منا كمان حاسس فيه.